اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وصلنا معكم للفقره الرياضيه. الفقره الرياضيه اللي كثير احنا بنحب نركز فيها على المشاكل اللي يعني منتشره كثير بمجتمعنا وطرق علاجها بطريقه كثير سهله. يعني احنا ما عم نجيب شغلات كثير متقدمه بالرياضه، مع انه بنقدر نجيبها يعني، بس احنا بدنا نوصل المعلومه السليمه يعني لاكثر فئه، يعني خلينا نحكي عم بتشاهدنا اللي هي يعني مثلا يعني غطينا مشاكل ستات البيوت، مثلا المشاكل اللي بتواجهها في يعني الجزء السفلي من الجسم، الجزء العلوي. اليوم شوي راح نخصص الموضوع للناس اللي معظم وقتهم بيكون شغلهم على المكاتب، واللي كمان بيعانوا من مشاكل في يعني آلام بيكون بالرقبة. طبعا هاي المنطقة كثير مهمة، كثير انه مثلا احنا بننسى الوضعية اللي قاعدين فيها، ممكن نكون عم نشتغل بالموبايل، ممكن نكون نشتغل على اللابتوب، فعليا بصير في عنا مشاكل بعضلات الرقبة، لانه طول الوقت وانت عم يعني صار يعني ناسي حالك انت عم بتشد على عضلات الرقبة. هذا الاشي بصير في عندك عدم توازن بين قوة العضلة الأمامية والخلفية للرقبة، فبصير في عضلة ضعيفة وعضلة قوية، فبصير الضعيفة تلاحظ انه فيها كتير مشاكل وتعب وشد واحيانا صداع، لانه طبيعة الشد اللي بصير بالرقبة بتمنع يعني الدم يوصل للدماغ بطريقة يعني فعالية طبيعية، فبصير في نقص اول اشي بالتروية الدموية للدماغ، ثاني إشي نقص بالأكسجين. يعني مثال أنا حكيته قبل هيك وبرد أعيد لكم إياه، لأن الموضوع اليوم بيختص بهذا الموضوع. حاول تأخذ نفسك وإنت قاعد دينيك على مستوى كتافك، راح تلاحظ إنك عم تأخذ نفس براحتك. نفس العملية، طمن راسك لتحت وخذ نفس وإنت مطمن راسك لتحت، راح تلاحظ إنه النفس قل بنسبة 30-40%، مش زي الكفاءة اللي بتأخذها وإنت بتكون عندك يعني خلينا نحكي القصبة الهوائية مرتاحة. بالإضافة كمان وزن الرأس كمان تقريبا للإنسان البالغ هو يعتبر 5 كيلوغرام لما يكون بالوضع السليم زي هيك، لما تميل لقدام بصير في عندك جاذبية أرضية بتسحب الرأس، فبزيد وزن الرأس على الجسم، يعني تقريبا بصير ل 12 كيلو عم بضغط العضلات وفقرات الرقبة. يعني هاي الأمور كثير مهمة، عشان هيك احنا راح نشوف التقرير هسه مع الكابتن عدي العران، راح يشرح لنا كثير عن مشاكل بنواجهها بخصوص آلام الرقبة. نشوف عدي شو راح يعطينا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من فقرتنا الرياضية. رح نحكي اليوم عن آلام الرقبة وأوجاعها والتمارين اللي ممكن نعملها عشان نتفادى هذا الستريس، لأنه زي ما أنتم عارفين الموبايلات كثرت والناس صارت تقعد كثير على الموبايلات، سواء موبايل أو لابتوب أو بالشغل صارت تقعد قعدة طويلة من 6-8 ساعات، فهذا بيعمل لود كبير على عضلات الرقبة. فاليوم رح نعمل شوية تمارين مع شوية ستريتشنج إطالي لعضلات الرقبة كلها عشان نخفف من الستريس هاد. رح نبدأ بشوية ستريتشنج للعضلات، نعمل وارم اب، نحمي العضلات عشان نبلش بأول تمارين. رح نعمل شوية تمارين إيطالية بس للرقبة، رح ننزل شوي شوي للشمال، رح نثبت 10 ثواني، رح أشد المنطقة هاي كلها، رح أعمل سويتش يمين، رح انزل لتحت شوي شوي، رح اعمل استرتش لهي المنطقة ورا، هل هيك حمينا الرقبة وعضلات الرقبة جاهزين انه نعمل التمارين. رح نعمل تمارين باستخدام مقاومة، بس المقاومة رح تكون مني انا، رح تكون بنفس الجسم. رح نجيب مات رح نقعد عليها هون، راح اريح كتافي، اهم شيء وضع جسمي سليم، جسمي ستريت. راح شوي شوي احط ايدي على راسي من هون، راح ادفع بايدي شوي شوي لتحت، راح اعمل ستريتش للرقبه هون، راح اثبت من 15-20 ثانيه، راح احس فيه هون لود للعضله، راح اعمل سويتش شمال، راح افتح كف ايدي هون، راح انزل راسي هون، راح احط ايدي خلف راسي
وأدفع فيهم لتحت. راح أحاول أثبت 15 ثانية. بالعكس راح أحط إيدي هون، راح أدفع شوي شوي للخلف. خمسة عشر ثانية. بعدين راح أريح كتافي، راح أحاول ألف رقبتي شوي شوي هون. بدي أحاول تكون الحركة بطيئة جدا عشان أحس فيها. راح نعمل سويتش عكس الاتجاه. نفس الشيء راح نعمل كمان تمرين، بس راح نزيد المقاومة شوي. راح نحط ايدنا هون، نفس الشيء راح ارفع ايدي مستقيم على مستوى كتفي، راح انزل فيها شوي شوي لتحت، اعمل ستريتش لرقبتي، ارد اطلع شوي شوي، بنزل شوي شوي لتحت وبطلع. الحركة لازم تكون بطيئة عشان احس فيها، لازم اشد بايدي كويس. راح اعمل هذا التمرين 15 تكرار وابدل. ايدي الثانية بشد هون، بنزل شوي شوي لتحت وبطلع. حركة بطيئة. راح اريح ايدي هون، راح شوي شوي احاول ارفع كتافي ونزلهم شوي شوي. بالتمارين هاي اكيد ما راح ننسى النفس. انهيل اكسهيل، انهيل اكسهيل، انهيل اكسهيل. راح نسوي سويتش للخلف. هلا بمجرد ان شغلنا العضلات هاي، ضخ الدم راح يصير موجود بهاي المنطقه، راح يروح الاسترس اللي موجود عندنا من ضغط الشغل، من ضغط الموبايلات، سواء لابتوب او موبايل او قاعده طويله على الكرسي، بتؤدي للود كبير، لضغط كثير على فقرات الرقبه اللي هي ممكن تعملنا ديسك. وكثير عندنا ناس عندهم هاي المشاكل، لانه احنا ممكن نروح جيم بس ما عمرنا فكرنا انه ممكن يكون في عضلات هون نستخدمها. هذول العضلات اللي موجودين هون من اهم العضلات اللي موجودين عندنا، بتثبت الرقبه ولها تمارين كثير لازم نعملها بالجيم. ما حدا متطرق لها بالمواضيع هاي انه يعمل تمارين لهاي المنطقه. رح نعمل كمان تمرين لللور باك، بيساعد بالستريس هذا. رح اوقف زي ما انتم شايفين، راح امد ظهري مستقيم، راح اطلع شوي شوي بايدي هون، راح احاول اعمل سكويز على اللور باك على اسفل الظهر، وانزل شوي شوي لتحت هون، بطلع شوي شوي، بحاول اثبت، بعد ثلاث عدات وبنزل. بلاحظ انه رقبتي مساويه لجسمي، مش تحت ولا فوق، مستقيم عشان اريح عضلات الظهر والعمود الفقري. بطلع بنزل شوي شوي. حاول اعملها 15 عدة، بعدين بعمل سويتش. هلا هدول من التمارين الممتازين اللي ممكن تخفف من وجع عضلات الظهر. في كمان تمرين اسمه كات بوزيشن، تمرين سهل جدا بس جدا مفيد. راح نطلع شوي شوي، ناخذ نفس ونكتمه، نشد عضلات البطن لجوا، بحاول اعمل تقوس بالظهر، برد ارجع ستريت، بحاول اعمل ستريتش كامل لعضلات الظهر للفقرات
بنزل شوي شوي هون، بطلع شوي شوي وبنزل ببطء. الحركة راح تكون سلو موشن، هطلع شوي شوي هون وراح أنزل. أكيد بهاي التمارين ما بنسى النفس لأنه مهم جدا. بطلع شوي شوي بنزل شوي شوي. هلا هدول من التمارين اللي ممكن نعملهم بالبيت، مش محتاجة أي ماشين، مش محتاجة أي مكان واسع، محتاجة بس ممكن مات، فرشة صغيرة، مربع بالبيت، ممكن تعملهم بالغرفة، ممكن تعملهم. هدول جدا راح يساعدوك بشو اسمه بتمرين عضلات الرقبة بدون يعملوا أي لود على أي مفصل من المفاصل. بالعكس هدول بيساعدوا بضخ الدم للعضلات اللي موجودة هون عشان يخفف الاسترس. هلا هدول التمارين اللي شرحنا لكم إياهم لعضلات الرقبة، وإن شاء الله منشوفكم بفقرة جديدة. يعطيك العافية كابتن عدي، يعني شفنا مشاهدينا التمارين المهمة للمنطقة هاي، وزي ما حكينا قبل التقرير انه قديش هاي المنطقة مهمة للجسم. يعني بحب انوه كمان انه لما تعملوا التمارين حاولوا انكم تحضروا الفيديو اللي احنا عم نعرضه، يعني اول باول، يعني ما تحضر الفيديو كامل وتروح تطبق، لانه راح تنسى شغلات واساسيات وقواعد ممكن تنساها وانت عم تعمل الحركة. فاحضر كل حركة بحركتها واعملها وطبقها، عيدها من 3 مرات لاربع مرات، بعدين احضر الحركة اللي وراها وزي هيك، يعني أساس إنك تعمل الحركة زي ما بعملها الكابتن بشكل سليم. وأهم إشي تكون عندك يعني محافظ على وضعية الجسم عشان ما يصير في عندك يعني إصابة، وبالإضافة كمان ما إنه الإشي اللي عم تعمله يفيدك، يعني مش إنك عم تعمل إشي ما يكون فيه فائدة. ونكمل معكم مشاهدينا فقراتنا بس بعد الفاصل.